عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب، عشاق الزراعة بالوطن العربي. اليوم احنا في مشاتل محافظة بغداد. المشتل اللي امامكم هو مشتل احمد وشهيد. هذا المشتل في منطقة صدر القناة خلف مشتل علي الزراعي بالضبط. اخواني الاعزاء، هذا المشتل مختص بالنباتات الموسمية، بالازهار الموسمية، بالنباتات مثل الفراولة المثمرة وغيرها من النباتات. اليوم راح ناخذ جولة نتعرف على اكثار النباتات بالعراق، النباتات الزينة والازهار الزينة الموسمية والاسعار، بيش يبيعون هاي النباتات. استاذ احمد، المنظر هنا مفرح من تشوفها، ما شاء الله التخطيط والنباتات. القصة لكم هنا تزرعون؟ والله احنا صار لنا تقريبا من 2010 هنا. 2010 يعني صار لكم 14 سنة. وانتاجكم هذا هسه قاعد اشوف انه عندكم مثلا هنا بالشمس مباشرة، وقاعد اشوف انه هو هذا كله شمسي. اي نعم، كله شمسي، كله يحب شمس، كله يحب شمس. هاي اكو قسم بيوت محمية. هاي شنو هاي؟ حتى تزهر بوكت. والله هو كله شتوي، ما عليه شيء ذات كشفه. اي نعم، على المود يزهر بساعه. هسه عندنا فراوله، هاي جو النايلون. نعم، مثمره يعني. هسه هنا جو النايلون مثمره، وهنا على سبيل المثال يعني هذا هنا بادي. بادي هنا بالتزهير على سبيل المثال فراوله هسه. اي، وعندنا زرعنا صيفي همين جو النايلون. اي طبعا اخواننا الاعزاء، راح ناخذ جوله ونشوف النباتات والاسعار مالتها. استاذ احمد، نجي هنا احكينا على الاسعار. هذا نبات حلق السبع. نعم، هذا شلون الاسعار مالته؟ 350 جمله. 350 بالمفرد نبيع ب 500. ما شاء الله. هنا هذا القرنفل، هذا قرنفل صيني، هم ماتين نفس الاسعار. نفس الاسعار يعني. هنا شوفوا هاي الاجواء اخوان الاعزاء، كلها هاي انتاج محلي. انتاج هسه راح نجي بعد ما نشوف هاي النباتات. نعم، يعني انتم يوصل ارتفاع يعني مقبول، يلا تبيعونه، مو تبيعونه بهيجي. لا، قسم يردونه هيجي يعني. نعم، اكو حدائق يردونه مثلا، يريده هالشكل مثلا، ابو حديقه. نعم، يريده هو يزهر يمه. وهنا أنا مثل هسه هاي هنا حجم يجي القطي، يريده مرد. هذا هسه مثل هاي احجام جيده هاي. ايه، تعتبر هذا المشاتل اللي يرغبونه يشترون من يمه، ياخذونه عرض برا لانه يريده مزهر. يريده مزهر يعني، يريده هالشكل مثل هذا. اي، ابو الحديقه لا ياخذ مثل هالشكل، بدايات تزهير ياخذ. اي، بدايات تزهير يتزهر يمه. احكي لنا هسه قبل ما نكمل الجوله، استاذ احمد، احكي لنا على هذا. هسه انت ايش قاعد تهيئ هنا؟ هسه هذا على سبيل المثال، هذا جاي عبي جديد هسه. هسه هو اريد هاي، هذا راح نزرعه مغطى دنفش صيفي. هذا دقيقه، هسه هذا اول ما سويته عبيناه. اول شيء عبيتوه بالبدايه، هاي التراب شنو هذا؟ هذا زميج. زميج نهري. مخبوط. هذا ايش مخبط وياه؟ مخبوط مادة كومبوست الخنس. نعم. ايه، ومثل ما تشوفون، شوف اخوان الاعزاء، هذا هلا بعدين تعبونه بهالشكل. هذا بهالشكل احسنتم، عبيته بهالشكل. هذا بعدين تجيب الدايات انت مجهزها بجهزها جوا النايلون كامل. جوا النايلون. بعدين تنقلها بهالمكان، وهم يعني ارجع وهذا هم تجي تغطي. اغطي نفس هاي العمليه هنا. عاشت ايدك. هسه هنا افتهمنا الطريقه مال هذا الموضوع. هسه هنا الطريقة مال اكثار النباتات. اخوان الاعزاء مستمرين بهذا المكان. هاي المنطقة ما شاء الله كلها مشاتل، حتى ما مبينة من مشاكل، بس هسه صارت فيها مشاريع، قام شوي ياخذون القيعان، كانت كلها مشاتل. عاشت ايدك. السلام عليكم. شلونك عمي؟ انت شو اسمك؟ علي. تشتغل هنا بالمشتل؟ ايه. في البطل. الاعزاء، خلينا نجي الى الاستر. استاذ والله طلع لنا واحده من ذن هذا استاذ نشيل لنا اياها. هاي ايش قد سعر هالاستر؟ هاي الاستر 350 دينار. 350 دينار هذا الارتفاع. اي، هذا الارتفاع. هاي ايش كم لون بها؟ الوان لون بابيض وبنفسجي. نعم، اصفر كله على 350 دينار. 350. شوف اخوان الاعزاء، بس شوفوا حجم النبات. شوفوا هسه ما شاء الله مرده. شوف عندك هاي مرده، مرده، وهاي الوان بيها ما شاء الله. هسه نجي لهنا استاذ،
خلينا ناخذ جوله بهالمكان هذا نشوف. نعم شوف اخوان الاعزاء، شوف هنا ايش عندنا هنا بهالمكان، هنا البيتونيا. شوف ما شاء الله هاي القزانية، القزانية هم على 350 نفس السعر. سعرنا واحد. والبتونية نفس الحالة. هاي البتونية بدأت تزهر. ما شاء الله. هاي البتونية هماتينها نفس السعر. وهم ألوان بيها بس هسه بداية التزهير ما تبين. هم بهم يرغبونها هالشكل، ياخذونها يزرعونها الحدايق. زهر ياخذ. شوف اخوان الأعزاء. هذا هم الأستر وهاي المينا. مينا الزاحفة. هاي المينا الزاحفة. شوف اخوان الاعزاء كلها بعد تعلى وتزحف. اي نعم. والاستار هاي هو هسه راح نروح له شيء ورا شيء. اخوان الاعزاء هنا المكان مرتب هذا الشكل، هذا شنو هنا جوا؟ هذا سجاد. سجاد. هاي شلون نقدر نشوفه نصوره؟ نقدر من هاي الجهه؟ هاي نعرف الاسعار مالته. وش وقت يجهز عندكم السجاد؟ يعني شوف اخوان الاعزاء الغطاء محكم. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شوف اخوان الاعزاء ان شاء الله جاهز الشهر الثالث سجاد كثار عراقي. عاشت ايدك استاذ. غطي على مود لا ياخذه. هذا عندك هنا دم العاشق. هذا دم العاشق. شوفوا. ايضا هنا اكثار دم العاشق. الشهر الثالث يكمل ان شاء الله. شوف اخوان الاعزاء هنا ما شاء الله. وهنا هذا المنظر. ان شاء الله يكون جاهز باقرب وقت. نجي هنا غطي على مود ما ناذيه. ولا هو اكو هنا اكو مكانات بها شو اسمه؟ انا لاحظت فد شغله، انت هذا ليش مخلينه هسه هنا هاي تحمونه؟ لانه يعتبر امهات هذا بالنسبه لهذا. هذا ورد الصباح. ورد الصباح العراقي. النازل العراقي. النازل العراقي. احسنتم. هذا القرقوز ايضا جاهز عندكم نفسه. جاهز. باللون هذا البرتقالي والاصفر. هو ما اجى غيرهن بس اجى لون مشترك بس شو اجى واختفى. هذا بس هذا الاصفر. نعم هذا ما شاء الله القطمر. هذا تو بدا. هذا القطمر اخوان الاعزاء. هذا اللون هذا العادي. البرتقال العادي. شوف ما شاء الله. هذا القرنفل العراقي. هذا القرنفل العراقي. هذا هسه يعني هم جاهز. هذا من الشهر الثالث يلا يورد. خير وبركه. شويه النمو مالته كلش قليل يتاخر. بس شوف احجامه احجامه جيده ما شاء الله. نجي هنا بعد ايش عندكم موسميات استاذ؟ هاي القزانيه موجوده. ما شاء الله. هاي البتونية. هاي الالوان. هذا اللون جيد. هذا الوان مختلفه. هنا هذا هنا ورد الصوره. اخوان الاعزاء مستمرين بالجوله مع هنا نجي له. شوف هذا ورد الصوره البانسي. ورد الصوره. ورد الصوره يتسمى البانسي هذا طبعا. شوفوا الالوان مالته ما شاء الله. تو بدا يزهر همين. هاي الالوان بس اشوف استاذ هذا والله ما رخصك عزه. شوف الالوان مالته ما شاء الله. الوان جميله جدا. نبات البانسيه ورد الصوره. بدا ايضا بالتزهير. وهنا مختلف. هنا اكو بعد شنو هنا موجود موسميات؟ اشجار قزانيه فراوله. هذا الدنفش يمكن يسمونه مكنسه الجنه. يعني كل عدة اسامي كل محافظة لها اسم. نعم. ماشي بغداد دنفش. دنفش ما شاء الله. شوف اخوان الاعزاء وهنا هاي الاستر وهاي الاسعار. هنا خلينا ما دامنا قريبين راح هسه نشرح لكم طريقة التفريد. هذا شنو؟ هاي البتونية جاي يفرد بيها. هسه هاي البتونية. شوف اخوان الاعزاء هنا كثارها. هاي ما شاء الله. شوفوا. هنا. جوني جاي يفرد. عاشت ايدك جوني. جوني كيفك جوني؟ كيفك؟ يا اخوان الاعزاء العامل قاعد يشتغل ويفرد بال. نجي هنا نشوف هنا. هاي قزانية خس. خس خس الزينة طبعا اخوان الاعزاء خس الزينة بالوانه
هذا يعتبر يغير شكل الحديقة، لذلك شيء خس الزينة أيضا من النباتات الجميلة جدا. شوف هنا أمامكم المشتل مثل ما تشوفون، يعني المنظر ولا أروع. ليش؟ لأنه النباتات يتم إنتاجها بالعراق بهذا الشكل الجميل بأسعار مقبولة، الموسميات تقريبا كل 3000. هذا حلق السبع، هذا حلق السبع اللي يمكن اكو بيه النوع مو القزمي، هذا النوع، هذا النوع هذا العالي العراق يسمونه العراق العادي، واكو النوع ما شاء الله. شوف اخوان الاعزاء صراحه المنظر جميل جدا. هنا انا شوفوا هاي الاستر ب 350، شوفوا حجم الاستر يا ما شاء الله. شوفوا صراحه النباتات بارتفاعات جيدة جدا وممتازة، والسعر مناسب، هاي سعرها مناسب. شوف هنا هاي الارتفاع والحجم يا ما شاء الله، تشي روعة. طبعاً هنا هاي الدايات، هاي الدايات اللي يكاثرون بيها ياخذون من عندها. شوف اخوان الاعزاء هاي الدايات هنا يتم اكثار هاي الدايات هنا، وبعدين تاخذون تبدون تفردون. شوف يبدي باصغر شيء، وبعدين شوف ما شاء الله. هاي طبعا نوع القطمر، هذا وهذا الدايات مال القرنفل. عاشت ايدك ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هاي شوف اخوان الاعزاء هاي بتونيا، هاي بتونيا خلونها هنا حتى تبدي تزهر من شويه من وقت تصير الجو، لان مرات تجي موجات برد. هذا استر هنا مرد ما شاء الله. هذا لون شويه اي ابو استاذ امير. عيني شلونك؟ عيني احنا لا نحب الزراعه ولا هذا. شو تحب الزراعه؟ وين ما تمشي خذ لك واحده. شنو هاي؟ شنو هاي؟ طبعا ابو فاطمه اليوم نورت ويانا. اليوم ابو فاطمه يا اخوان الاعزاء، ابو فاطمه اول مره ينضم عملي للجيش الاخضر ويطلع ويانا بهاي الجولات. اليوم شنو رايك بهاي الجوله ابو فاطمه؟ جوله ما تنوصف والله، ما تنوصف. اخوان الاعزاء شوفوا اسر على داوودي، يعني هذا الجمال امامكم ما شاء الله تبارك الله. بعض الاحيان يخلون هذا النايلون، يخلون هذا النايلون حتى يسرعون بتزهير الورد. ابو عبد الله المكان حلو ومرتب. لا حلو، عشت اياهم شغل مرتب، موسميات يعني حلوه، واسعارهم زينه 350. مو بس هاي، مو بس زينه يعني اسعار مناسبه. نعم. يعني هذا بغير محافظات هذه هسه 1000 دينار. احسنت. وهسه مثل ما شوفنا الاخوان هنا يكاثرون بايدهم مثل ما تشوفون، الطريقه بسيطه جدا وهو اكثار النباتات بهذا الشكل الجميل. وهنا عاشت ايدك استاذ احمد. ويدك حبيبي. استاذ شهيد وين صاحبك؟ موجود. يلا ما يريد يطلع يمكن بالتصوير. شهيد يلا خلينا نشوف، خلينا نروح على الاستاذ شهيد ونشوف شو يشتغل ما يشتغل. طبعا اخوان الاعزاء الجو هنا كلش حلو، والنباتات مثل ما تشوفون شيء مفرح انه هذا الانتاج كليته بالعراق يكون بهاي هذا الجمال. استاذ احمد روح ابوك تعال يمنا، هذا المنظر بصراحه عاشتيتكم على هذا الترتيب والتخطيط. والله احنا يعني ايدنا 24 ساعه من الساعه 7 الصبح للساعه 5 العصر ايدنا بي، شغلنا كله هنا احنا والعمال واقفين عليهم، شغلنا هنا مغطى مكشف، شغلتنا بس موسمي. عاشتي وصار لنا سنين يعني صارت عندنا خبره بي. احسنتم والله وعاشتيتكم. شوف سبحان الله يربون ال يعني
بالله اصغر شيء وحده بذني اصغر شيء بالله ارفع لنا اياها يعني وكله النفس يعني هذا يعني اخوان الاعزاء هذا النبات الموسمي هذا انت مشتريه من البذره مشتري بذره مشتري بذره اني وبعدين يربي دايات اي وبعدين بيت موز وبعدين يزرعها بالبيت موز وبعدين البيت موز بالطبقه وبعدين هذا بخليط اي هذا خليط تربه كومبوست مع زميج نهري أي. الحد ما يجهز تبيع يعني مثل الطفل الربي الان يكبر عاشت ايدك وجزاك الله خيرين اخواني الاعزاء طبعا بالختام يعني اترككم مع هذا المنظر الجميل طبعا هذا اخوان الاعزاء هذا يمكن بالربيع يصير كتله مال ورد هنا أنا. كله ورد عباره عن ورد يعني يجي هنا ما يطلع ان شاء الله نوثق ان شاء الله تمرنا بالربيع ان شاء الله نوثق بالربيع ان شاء الله اخواني الاعزاء مثل ما تشوفون راح نختم وياكم بالختام نستودعكم الله في امان الله كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية في امان الله.